بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة عددية شاملة ورائعة للثالثة ثانوي رقم 1. أنصح بها شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي وشعبة السير والاقتصاد، لأنها دالة شاملة ورائعة خاصة للمراجعة. حيث قال واحد روماني: نعتبر الدالة العددية جي المعرفة على R يعني من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية كما يلي: جي لي إكس يساوي إكس مكعب زائد 6X زائد 12. واحد قال: أدرس اتجاه تغير الدالة جي. ثانيا قال: بين أن المعادلة جي لي إكس يساوي صفر تقبل حلا واحدا ألفا، حيث ألفا ينتمي من مجال ناقص 1.48 وناقص 1.47. ثم استنتج حسب قيم العدد الحقيقي إكس إشارة جي لي إكس. ثاني روماني قال: نعتبر الدالة العددية F المعرفة على R كما يلي: F لي إكس يساوي إكس مكعب ناقص 6 على إكس مربع زائد 2. قال: وليكن سي اف تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس او اي جي. قال: واحد، احسب ليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى الناقص ما لا نهايه، وليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى الزائد ما لا نهايه. ب قال: بين ان من اجل كل عدد حقيقي اكس ان اف فتحه لاكس تساوي اكس في جي لاكس يعني في هذه على اكس مربع زائد 2 لكل مربع. ثم ادرس اتجاه تغير الداله اف وشكل جدول تغيراتها. ثانيا قال: ألف، بين أن المستقيم دالتا ذا المعادلة إيغريك يساوي إكس مقارب مائل للمنحنى سي إف. ب قال: أدرس وضعية المنحنى سي إف بالنسبة إلى المستقيم دالتا. ثم ثالثا قال: بين أن إف لألفا تساوي 3 على 2 ألفا، وهنا احذروا جيدا كيفية الوصول إلى هذه وانتبهوا جيدا. ثم استنتج حصرا للعدد إف لألفا. رابعا واخيرا قال: ارسم المستقيم دالتا والمنحنى سي اف في المعلم المتعامد والمتجانس او اي جي. اذا لننطلق على بركه الله في الشرح المفصل. اذا ننطلق ابنائي في الاجابه على السؤال الاول، حيث قال واحد روماني: نعتبر الداله العدديه جي المعرفه على ار قلت من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه كما يلي: جي لي اكس يساوي اكس مكعب زائد 6 اكس زائد 12. واحد قال: ادرس اتجاه تغير الداله جي. اذا نكتب هكذا، اذا لاحظوا جيدا، نكتب دراسة اتجاه تغير الدالة التي اسمها جي على اكيد على ار. اذا اولا نقول: الدالة جي قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على مجال التعريف اللي هو على ار، ودالتها المشتقة تصبح لنا جي فتحة لإكس يساوي هذا ينزل إلى هنا تصبح لنا 3x مربع زائد 6، وهذه القيمة بطبعها قيمة موجبة تماما، لأن هذه موجبة ونضيف لها 6 تصبح لنا موجبة. نقول: ومنه الدالة جي كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال تعريفها اللي هو على R فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الثاني. قال: بين أن المعادلة جي لإكس تساوي لنا صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، حيث ألفا محصور ما بين ناقص 1.48 وناقص 1.47. هنا أكيد مباراة قيم متوسطة. إذا نقول: البرهان أن ماذا؟ أن المعادلة التي هي جي لإكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، حيث ألفا قال محصور ما بين ناقص 1.48 وناقص 1.47، لأن الأعداد السالبة معكوسة في الترتيب. نقول هكذا: بما أن ماذا؟ بما أن الدالة F كيف هي؟ عفوا، الدالة، أعتذر، الدالة G مستمرة وماذا؟ و إذا مستمرة ومتزايدة تماما على مجال التعريف اللي هو R، فهي مستمرة ومتزايدة تماما على المجال الجزئي اللي هو من ناقص 1.48 إلى غاية ماذا؟ ناقص 1.47. بما أنها أعيد مستمرة ومتزايدة معناها رتيبة في على R، فهي كذلك يطبق عليها نفس هذا المجال الجزئي. وعندنا جي لناقص 1.48 لما نحسبه معناه نعوض هنا بناقص 1.48 وهنا وهنا، سوف نتحصل على ناقص 0.12، وجي لي ناقص 1.48
0.47 لما نعوض في الدالة سوف نجد 0.035. معناه واحد موجب والآخر سالب، فإن الصفر أين يقع؟ في وسطهم. نقول صفر يصبح محصور ما بين الصفر ما بين الناقص 0.12 و 0.035. نقول حسب ماذا؟ مبرهنة القيم المتوسطة فإن ماذا؟ فإن للمعادلة، من هي المعادلة؟ اللي هي جي لإكس تساوي صفر ماذا؟ حلا وحيدا اسمه ألفا، حيث ألفا قلنا محصور ما بين ناقص 1.47 وناقص 1.48. هذا ماذا يعني؟ أي في الأخير نقول كذلك يمكن أن نضيفها جي لألفا كم يساوي؟ يساوي لنا الصفر. قلت هذا الكلام أن سوف نحتاجه في الجزء الثاني، في الجزء الثاني من الدالة F. بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد يأتي سؤال استنتاجي، قال ثم استنتج حسب قيم العدد الحقيقي X إشارة جي لX. إذا نكتب هنا إشارة جي لX أكيد على مجال التعريف اللي هو على R. إذا هنا عندنا X من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، وقلنا أنه جي لإكس أين تنعدم؟ حسب هذه مبرهنة القيم المتوسطة قلنا تنعدم هذه جي لإكس تساوي صفر عند ماذا؟ عند ألفا. إذا فتصبح لنا هنا ماذا؟ هنا ألفا، ونضع هنا رمز الإنعدام. لاحظوا هنا لو نضع هذا الجدول، جدول التوابيت في هكذا. إذا عندنا هنا ألفا وهنا تصبح لنا الصفر. هذه القيم كيف تصبح؟ موجبة وهذه سالبة. إذا هنا زائد وهنا ناقص، لكن هذا لا نحتاجه، هذا الذي أقوم بمحيه لا نحتاجه في ورقة الإجابة. إذا هذه هي، هذا هو جدول إشارة جي لإكس على R، يعني من ناقص ما لا نهاية إلى ألفا سالبة، ومن الألفا إلى زائد ما لا تكون موجبة فقط. بعد ما أنهينا مع هذا الجزء أكيد سوف ينفعنا هذا الجدول في إشارة مشتقة الدالة الثانية. يأتي ثانيا روماني، قال نعتبر الدالة F المعرفة على R يعني من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية كما يلي: F لX يساوي لنا X مكعب ناقص 6 على X مربع زائد 2. قال السؤال الأول أحسب ليميت F لX لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية ولما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا نكتب هنا حساب ماذا؟ حساب النهايات. إذا ننطلق بأول نهاية اللي هي ليميت f لx لما x يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. بما أن هذه الدالة هي الدالة الناطقة فتقول في ما لا نهاية معناه عند الزائد ما هو الناقص ما لا نهاية أكبر حد على أكبر حد. تصبح هنا x قوة 3 على x مربع لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. نختزل من هنا x مربع ومن هنا x مربع، تصبح لنا ليميت ماذا؟ ليميت x لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، أكيد هذا يعطي لنا ناقص ما لا نهاية. وعندنا هذا نفس الشيء، أنه ليميت ماذا؟ ليميت f لx لما x يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، تصبح لنا أكبر حد على أكبر حد، معناه تصبح لنا ليميت x لما x يؤول إلى الزائد ما لا نهاية وتساوي لنا زائد ما لا نهاية. أن الدالة الناطقة عند ما لا نهاية نأخذ أكبر حد على أكبر حد في الأس مع أخذ معامل كل x، فأصبحت هكذا النهايتين. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الآخر. قال بيّن أن من أجل كل عدد حقيقي X أن F فتح لX يساوي لنا X في G لX على المقام مربع. إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن مهما كان X ينتمي إلى R أن F فتح لX تساوي لنا X في G لX على X مربع زائد 2 الكل مربع. لاحظوا جيدا، نكتب هنا نقول الدالة كيف هي؟ الدالة F قابلة للاشتقاق على مجال التعريف على R، ودالتها المشتقة أصبح هنا F فتحة لX تساوي. لاحظوا هنا وركزوا معي، عندنا E على V مشتقها ماذا يقول؟ يقول مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع. هذا هو القانون المعروف على دالة كسرية. إذا لاحظوا جيدا، إذا أصبح لنا مشتق البسطي اللي هو ثلاثة، عفوا قلت هو ثلاثة إكس مربع، مشتق البسطي في المقام ليس في مشتق المقام، في المقام ناقص مشتق المقام في البسط هكذا أبنائي، على ماذا؟ على المقام مربع اللي هو إكس مربع زائد 2 الكل مربع. وأنا عيني علي أن أصل إلى هذه القيمة مضروبة في إكس، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا إف فتحة لإكس تساوي.
نأتي إلى المقام الذي نلمسه اللي هو إكس مربع زائد 2 الكل مربع. أما البسط علينا أن ننشر، فهنا هذا في هذا يصبح لنا كم؟ يصبح لنا 3 إكس قوى 4، لاحظوا وانتبهوا. ثم هذا في هذا زائد 6 إكس مربع، ثم هذا في هذا اللي هو ناقص 2 إكس قوى 4، ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد ماذا؟ زائد 12 إكس. دققوا الآن أبنائي نقطة نقطة ولا نتعجل. الآن تصبح لنا F فتحة لإكس يساوي المقام، قلت نتركه كما هو اللي هو إكس مربع زائد 2 الكل مربع. لكن هنا يوجد لنا، هل يوجد لنا قوة تشبه الأخرى؟ لا، هذه نعم، هذا وهذا يشبهان بعضهم البعض، فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا إكس قوة ماذا؟ قوة 4. إذا هذا وهذا قد حسبناه، هذا يبقى لوحده اللي هو زائد 6 ماذا؟ 6 إكس، ثم زائد 12، إذا 6 إكس مربع زائد 12 إكس. هنا بدأت الأمور تتضح جليا باستخراج الإكس عامل مشترك. لما نستخرج إكس عامل مشترك أصبح لنا إف فتحة لإكس تساوي لنا إكس في إكس قوة 3 زائد 6 إكس زائد 12 على المقام مربع الذي هو إكس مربع زائد 2 الكل مربع، لكن هذه القيمة هي عبارة الجي. إذا تصبح لنا إكس في جي لإكس على إكس مربع زائد 2 الكل مربع فقط أبنائي نقول ومنه. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن ثم أدرس اتجاه تغير دالة F. إذا نكتب هنا دراسة اتجاه ماذا؟ تغير الدالة F، أكيد على مجال التعريف اللي هو على R. نقول لمعرفة اتجاه ماذا؟ اتجاه تغير الدالة F ندرس ماذا؟ ندرس إشارة ماذا؟ F فتحة لإكس على مجال التعريف اللي هو على R. لدينا ماذا نملك؟ لدينا أنه F فتحة لإكس تساوي لنا إكس في جي لإكس على المقام مربع اللي هو إكس مربع زائد 2 الكل مربع. نقول إشارة ماذا؟ F فتحة لإكس من إشارة ماذا؟ من إشارة الجداء الذي هو بحوزتنا اللي هو إكس في جي لإكس، لأن ماذا؟ لأن إكس مربع زائد 2 الكل مربع قيمة موجبة على R، إذا هذه مهما كان موجبة. الآن لكن الجي لإكس وجدنا أنها هو جدول إشارتها، أما الإكس فأكيد ينعدم عند ماذا؟ عند الصفر. يمكن أن نلخص هذا الأمر هنا في جدول، هذا الجدول خاص بالإشارات. لاحظوا إذا هنا هكذا، إذا قلنا هذا خاص بالجي لإكس وهذا خاص بالإكس وهذا خاص بالاف فتحة لإكس، لاحظوا وانتبهوا أرجوكم أبنائي. إذا أولا نأتي لأنه هو من إشارة هذا الجداء إكس في جي لإكس. إذا عندنا أولا مجموعة التعريف من ناقص ما لا، عفوا قلت من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية. عندنا الإكس أين ينعدم؟ إكس أكيد ينعدم عند الصفر، إذا من هنا نفس ومن هنا عكس، ثم يكمل سيره إلى غاية هذا المكان. ثم عندنا ماذا؟ ثم عندنا جي لإكس أين تنعدم؟ تنعدم عند ألفا، لكن احذروا أن يأخذ أحدكم ويضع الألفا من هنا، لا يا أبنائي إنما ألفا من هنا. يقول أحدكم لماذا وضعته هنا؟ سوف أقول لماذا أبنائي، لأن ألم نقول أن ألفا محصور ما بين ناقص 1.47 وناقص 1.48، إذن هو قيمة سالبة. إذن هنا نأخذ الإشارات تصبح لنا هنا زائد زائد وهنا ناقص، لكن لا ننسى أن هنا كان عندنا ناقص لا دخل لنا فيه. ثم تصبح لنا هنا F فتحة لإكس التي هي عبارة عن X في G لإكس كإشارات. نأتي الآن الناقص في الناقص يعطينا زائد، والناقص في الزائد يعطينا ناقص، والزائد في الزائد يعطينا زائد. من هذا الجدول أبنائي نعطي اتجاه تغير الدالة F بتلك الجمل اللغوية. نقول هكذا، نقول الدالة F كيف هي؟ متزايدة تماماً على المجال، عفوا إذا نكتب على المجالين. من هما المجالين؟ اللي هما من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الألفا، والمجال الآخر من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. ثم ومتناقصة تماما على المجال ماذا؟ على المجال اللي هو من الألفا إلى الصفر. يقول أحدكم يا أستاذ وهل المجال متى نتركه مغلق أو مفتوح؟ يترك المجال مغلق
إلا عند مجموعة التعريف أو إن لم تكن الدالة تقبل الاشتقاق عند الألفا أو الصفر، لكن هي تقبل الاشتقاق عند الألفا وعند الصفر، إذا نتركه مغلق ولا حرج في ذلك. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى سؤال شكل جدول تغيراتها. إذا نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F أكيد على R. إذا هنا عندنا X من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية، وعندنا هنا F فتحة لـ X تنعدم عند الألفا وعند الصفر، إذا نضع هنا هكذا وهنا هكذا، وعندنا هنا جزء اللي هو جزء خاص بالـ F لـ X. ما علينا أبنائي إلا نقل هذه الإشارة زائد ناقص زائد، إذا هذه سوف نضع هنا زائد ناقص زائد، ثم عندنا زائد معناه نصعد هكذا، ناقص معناه ننزل هكذا، وزائد معناه نصعد هكذا. ثم هنا عندنا الناقص ما لا نهاية حسبناها، وهنا عندنا الزائد ما لا نهاية حسبناها، وهنا F لمن؟ لألفا، إذا قلت F لألفا، وهنا F لصفر، نعوض بالصفر، إذا صفر صفر صفر، تصبح لنا كم؟ ناقص 6 على 2 اللي هي كم؟ اللي هي ناقص 3. ها قد الآن قمنا بملء جدول التغيرات بطريقة سليمة. بعدها أبنائي نأتي الآن إلى جزء مستقيمات المقاربة. قال ثانيا ألف بين أن المستقيم دالتا ذا المعادلة إيكغراك يساوي إكس اللي هو المنصف الأول مقارب مائل للمنحنى سي إف، أكيد لهنا بالجوار زائد ملايين والناقص ملايين لأن الدالة معرفة على R. إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن دالتا مستقيم مقارب مائل للمنحنى سي إف أكيد بجوار الناقص، وإذا قلت بجوار الناقص والزائد ما لا نهاية، إذا هنا ناقص ما لا نهاية. نقول يجب أن ماذا؟ يجب أن تكون نهاية الفرق اللي هي ليميت إف لإكس ناقص إيكغراك لما الإكس، إذا وضعت هنا القيمة المطلقة أقصد يؤول إلى الزائد ما لا نهاية والناقص ما لا نهاية، معناه لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية والناقص ما يعطي لنا كم؟ يعطي لنا صفر. هذا هو المعروف على المستقيم المقارب. لكن هنا وضعت قيمة مطلقة أقصد بها معناه إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية. لاحظوا أصبح لنا ليميت الإف لإكس ناقص إيكغراك لما القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد معناه هنا أقصد الزائد ما لا نهاية والناقص ما لا نهاية لما أضع القيمة المطلقة تساوي لنا ليميت إكس مكعب ناقص 6 على إكس مربع زائد 2 ناقص إيكغراك اللي هو ها هو إيكغراك نضعه في هذا الموضع معناه ناقص إكس لما القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. هنا أكيد نفكر في توحيد المقام، نضرب هذا في هذا تصبح لنا إكس مكعب، ونضرب هذا في إكس تصبح لنا كم؟ تصبح لنا زائد 2 إكس. لم أفعل شيء، إنما عفوا ناقص، أعتذر، ناقص 2 إكس، لأن قلت وأعيد إكس مربع زائد 2 مضروبة في ناقص إكس، تصبح لنا ناقص إكس مكعب ثم ناقص 2 إكس، حتى لا يقول أحدكم ماذا تفعل يا أستاذ. ثم أكيد سوف يحدث هذا الأمر أنه هذا يذهب مع هذا، وقلنا يجب النهاية أن نجدها كم؟ صفر. تصبح لنا ليميت كم؟ ليميت ناقص 2 إكس ناقص 6 على ماذا؟ على إكس مربع زائد 2 لما الإكس أو لما القيمة المطلقة لإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. بما أن الدالة أصبحت هذه نهاية للدالة، نهاية الدالة ناطقة، تصبح لنا ليميت ماذا؟ أكبر حد على أكبر حد اللي هي ناقص 2 إكس على ماذا؟ على إكس مربع لما القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية، يذهب هذا مع هذا، تصبح لنا ليميت ماذا؟ ليميت ناقص 2 على إكس لما القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية، تصبح لنا 2 على المال أو ناقص 2 على المال إنه صفر. نقول ومنه دالتا مستقيم مقارب مائل لمن؟ للمنحنى سي اف بجوار ماذا؟ الناقص والزائد ما لا نهاية فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد سوف تأتي سؤال الوضعية. إذن نأتي الآن إلى الوضعية. لاحظوا ماذا قال؟ قال أدرس وضعية المنحنى سي اف بالنسبة إلى مستقيم دالتا أكيد على R. إذا نقول هنا دراسة وضعية ماذا؟ وضعية سي اف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى دالتا. تقول قاعدة، نقول ندرس
إشارة الفرق. من هو الفرق؟ الذي هو اف لإكس ناقص إيغراك على ماذا؟ على ار، لأن العبارة معرفة على ار، الدالة معرفة على ار. لاحظوا أصبح لنا هكذا اف لإكس ناقص إيغراك يساوي، لاحظوا هذا حتى لا تعود مرة أخرى تقوم بنفس العملية، ها هو ذلك الفرق وجدناه هو هذا اف لإكس ناقص إيغراك بعد توحيد المقام وجدناه ناقص، سوف نأخذها مباشرة، هذه القيمة هي التي وجدناها، هذا هو الفرق. الآن هذا الفرق إشارة كسر من إشارة البسط للمقام، لكن المقام الذي هو x مربع زائد 2 هذه قيمة موجبة مهما كان x ينتمي إلى ماذا؟ إلى r، فإن إشارة هذا الكسر تصبح لنا من إشارة البسط لأن المقام موجب، تصبح لنا ناقص 2x ناقص 6 يساوي 0، ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا ناقص 2x يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 6، ومنه x يساوي لنا 6 على ناقص اللي هو ناقص 3، هكذا. بعدها ماذا نضع؟ هنا نضع جدول بسيط من خلاله نعطي الوضعية وبطريقة جد سليمة. إذن عندنا من هو المسؤول؟ المسؤول هو البسط، وهنا الفرق، والجزء الآخر نتركه للوضعية. إذن لاحظوا، إذن ها هي أمكم. إذن هنا ماذا نضع؟ نقول x من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. من هو المسؤول؟ قلنا المسؤول هو ناقص 2x ناقص 6 هو الذي أصبح مسؤول. أين انعدمت هذه القيمة؟ انعدمت عند ماذا؟ عند ناقص 3. إذا نضع هنا ناقص 3 ونضع هنا رمز، هنا نفس وهنا عكس لأن عبارة من الدرجة الأولى، العدد المضروب هنا في الإكس سالب، إذا هنا نفس وهنا عكس. ثم عندنا ماذا؟ تصبح لنا F لإكس ناقص إيغراك، إذا هنا رمز الانعدام يبقى هو هو، إذا هنا ناقص وهنا زائد، ثم نضع هذا الشيء هكذا ونكتب هنا الوضعية. إذا نكتب وضعية سي اف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى دالتا. إذا نقول هنا سي اف يقع ماذا؟ فوق دالتا، وهنا سي اف يقع أسفل دالتا، وهنا سي اف يقطع، إذا عفوا قلت يقطع دالتا. ومرات أبنائي سوف تجدون نفس الإشارة، مثلا تجدون هنا زائد وهنا زائد، يعني قيمة تنعدم ولا تغير إشارتها، هنا لا تقول يقطع إنما قول يمس إذا وجدتم هذا الأمر، لكن هنا لم يحدث ذلك فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثالثا، قال بين أن F لألفا يساوي لنا 3 على 2 ألفا. هنا ركزوا معي أرجوكم، إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن F لألفا يساوي لنا 3 على 2 في ألفا. هنا ركزوا معي، سوف نحتاج أكيد الجزء الأول اللي هو من مبرهنة القيم المتوسطة، نقول هكذا يكفي أن ماذا؟ أن نبرهن أن الفرق أن F لألفا ناقص ماذا؟ 3 على 2 ألفا يساوي 0، لأن F لألفا معنى نعوض هنا بألفا وهنا بألفا وهنا بألفا، F لألفا ناقص F لألفا معنى هذه ناقص هذه كم تساوي؟ تساوي صفر. إذا أثبتنا أن فرق يساوي صفر فأنا يدل على أن العبارتان متساويتان. لاحظوا وانتبهوا، تصبح لنا هكذا F لألفا ناقص 3 على 2 ألفا تساوي أن ألفا قوة 3 ناقص 6 على ماذا؟ على ألفا مربع زائد 2 ناقص ماذا؟ ناقص 3 على 2 ألفا. دققوا أرجوكم نقطة نقطة، نفكر في توحيد المقام، معنى هذا في هذا وهذا في هذا، تصبح لنا تساوي 2 ألفا مكعب ناقص 12، ثم هذا في هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 3 ألفا مكعب، ثم ناقص ماذا؟ ركزوا جيدا معي أبنائي، ناقص 6 ألفا، ألفا على ماذا؟ على ألفا مربع زائد 2. لاحظوا عندنا هذا مع هذا يجمع، يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا F قلنا لألفا ناقص 3 على 2 ألفا، إذا هنا ناقص، يساوي ماذا يساوي؟ البسط يصبح يساوي لنا اللي هو ناقص ألفا مكعب ثم ناقص 6 ألفا ناقص 12 على ألفا مربع زائد 2 يساوي، استخرجوا الناقص على المشترك، ناقص
ونفتح قوس، يصبح لنا الفا مكعب زائد 6 الفا زائد 12 على ماذا؟ على الفا مربع زائد 2. لكن ركزوا معي، ألم نقول أن المعادلة جي لإكس تساوي لنا صفر تقبل حلا واحدا الفا؟ وقلت لكم في الجزء الأول أن جي لألفا ماذا تساوي؟ تساوي لنا الصفر. قلت في مباراة قيمة متوسطة، ألم أقول لكم في الأخير وأتذكر أن جي لألفا تساوي الصفر؟ نعم. فهذا ماذا يساوي؟ يساوي ناقص جي لألفا، لأن هذه هي هذه وهذه هي جي لألفا، على ماذا؟ على ألفا مربع زائد 2. وجي لألفا معروف كم تساوي؟ نقول ولكن جي لألفا تساوي الصفر من الجزء الأول للمسألة. فهذا ماذا يعني؟ يعني أنه إف لألفا ناقص 3 على 2 ألفا يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا صفر على ألفا مربع زائد 2 ويساوي الصفر، وإنه الجواب. نقول ومنه ماذا؟ ومنه إف لألفا تساوي لنا 3 على 2 ألفا فقط أبنائي. أرجو قد فهمتم. أما فيه من يريد أن يتخلص من ماذا؟ من ألفا مكعب ويبقى يدور في حلقة مفرغة، هذه هي الطريقة التي نستخرجها في جميع الحالات. أما فيه من يستعمل خدع، يقول لربما يا أستاذ أستخرج ألفا مكعب من هنا حتى تصبح لنا ناقص 6 ألفا ناقص 12 وأعوضها هنا، تبقى في حلقة مفرغة تدور يا أبنائي. لكن إذا استعصى الأمر دائما على عبارة، فقولوا الفرق بينهم يساوي الصفر، وذلك من أحد مبررات تساوي عبارتين فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، جاء السؤال آخر، قال ثم استنتج حصرا للعدد F لألفا. إذا نكتب هنا استنتاج ماذا؟ استنتاج حصر ماذا؟ F لألفا. لاحظوا هنا وانتبهوا معي، نحن نعلم أن ألفا محصور ما بين ناقص 1.48 وناقص 1.47، لكن نحن نعلم أن F لألفا تساوي لنا 3 على 2 في ألفا. هنا أكيد نضرب في 3 على 2، أصبح لنا 3 على 2 ألفا، ومن هنا 3 على 2 في ناقص 1.47، ومن هنا كذلك أصبح لنا 3 على 2 في ناقص 1.48. بعدما نقوم بعملية التدوير، أصبح لنا F لألفا محصور ما بين ناقص 2.21 ومن هنا ناقص 2.22 فقط أبنائي. يعني هنا لما نحسب بالآلة الحاسبة مباشرة نجد ناقص 2.205 ماذا؟ 205. بعدما نقرب أصبح لنا 0.21 فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، نأتي الآن إلى السؤال الرابع. قال أرسم المستقيم دالتا والمنحنى سي اف. كما تعلمون أن المستقيم دالتا معادلته هي إيجراج يساوي إس، اللي هو المنصف الأول. إذا المنصف الأول ها هو يا أبنائي، مباشرة ها هو المنصف الأول، ونسميه ماذا؟ نسميه دالتا. عندنا كذلك أبنائي، عندنا القيم الحدية هذه. لاحظوا ألفا مع إف لألفا، ألفا محصور ما بين ماذا؟ ناقص 1.48 وناقص 1.47، معناه في هذا يكون في هذه الأماكن، دققوا، يكون في هذه الأماكن ألفا. إف لألفا محصور ما بين ناقص 1.22 وناقص 1.21، معناه إذا أتينا إليها تكون من هنا إف لماذا؟ لألفا بالتقريب. إذا لما نأتي إليها سوف تكون هنا، وهذه تشبه ماذا؟ تشبه الجبل، نضعها هكذا هذا الوضعية. وعندنا هذه قيمة حدية كذلك محلية صغرى، الصفر مع الناقص 3، معناه في هذا الموضع تكون هكذا. وعندنا الوضعية قال يتقاطعان في الفاصلة كم؟ ناقص 3، معناه ناقص 3 تنزل إلى هنا، ها هو نقطة التقاطع. بعدها ماذا ينتج؟ يصبح لنا الأمر الأول ما أنصحكم به هو الربط هكذا. لاحظوا من هنا ينزل إلى غاية هذه القيمة الحدية، لاحظوا نتخذ الوضعية التي تساعد يدي، ثم من هنا ماذا؟ يتجه أكيد نحو ماذا؟ نحو عفوا قلت يتجه نحو ماذا؟ نحو دالتا، لأنه مستقيم مقارب بجوار زائد ما لا نهاية، والنقص ما من هنا هكذا، ومن هنا كذلك يأتيكم من هنا. لاحظوا اتخذ قلت الوضعية التي تساعد يدي فقط، ها هي أمامكم من هنا في الأصل، سوف أريكم كيف يرسم. لاحظوا أعتذر على هذا الخطأ،
إذن من هنا وينطلق هكذا في الأصل. في الأصل كيف يرسم؟ يعني في أصله يرسم من هنا ويأتي هكذا ويصعد إلى هذه القيمة الحدية، ثم ينزل إلى هذه القيمة الحدية، ثم يتجه من هنا نحو ماذا؟ نحو المستقيم دالتا، ونسمي ماذا؟ ونقول أنت اسمك سي اف، وها هو أمامكم، انظروا من هنا ثم نزل. إذن قلت هكذا من هنا ويصعد إلى اف لألفا، ثم ينزل إلى القيمة الحدية ناقص 3، ثم يصعد إلى زائد من النهاية بالقرب إلى هذا المستقيم دالتا فقط أبنائي. إذن كما تلاحظون مثل ما هو موجود هنا، انظروا ها هو أمامكم، ها هو كذلك بنفس الشيء الموجود مع احترام هذه الوضعية فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جددنا باستمرار. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.